ظهورها في مشهد عبارة عن استحمام بدون ملابس ما كانش هو المشهد الوحيد اللي نقول عليه إنها أجرأ فنانة عربية، ولكن مشاهد تانية كتير يمكن أصعبها كان مشهد ليلة الفرح اللي ما اتعملش ولا هيتعمل بجرأته في السينما العربية. إغراء ما كانش بس اسمها، ولكن اسم بيختصر مسيرتها اللي انحصرت في الاتجاه ده. نهاد علاء الدين زي غيرها من الممثلات اللي اختفى اسمها الحقيقي واشتهرت باسم تاني وهو إغراء، واللي اختاروا ليها المخرج زهير بكير اللي كان بيتوقع ليها ان هي هتكون ممثلة إغراء. ورغم النوعية دي اللي قدمتها في الأفلام إلا إنها ساهمت في صناعة السينما السورية، فكانت بتكتب وبتنتج وبلغ رصيدها حوالي 70 فيلم أشهرها كان في فترة السبعينات. آخر أعمالها كان فيلم أسرار النساء وهو من إنتاجها وتأليفها وإخراجها، واستمر عرضه في الصالات لغاية ما اتقفلت بسبب الأحداث في سوريا. كانت بداية إغراء في مصر وهي عندها 12 سنة، وأدوار الإغراء ما كانتش مناسبة لعمرها خالص. بعدها سابت مصر بعد ما شاركت في فيلمين من بطولتها، وهما عودة الحياة مع أحمد رمزي والحب الأخير مع أحمد مظهر. وبتقول إغراء عن نفسها إنها النجمة السينمائية الوحيدة في سوريا، مفيش نجمات قبلي ومش هيجي بعدي، وأنا نشرت السينما السورية في الدول العربية وصنعت تاريخ سينمائي فيها. كمان بتقول إنها متحررة لكن مش منحلة، فهي متحررة ضمن نطاق المجتمع والعادات والتقاليد، وبتشوف إن التحرر مش معناه اللبس القصير. وبتقول أنا ظهرت بالبيكيني وبمشاهد جريئة في أفلامي لأنها مهنتي، ولكن أنا ما لبستهمش في حياتي الشخصية. وعموما دي وجهة نظرها، وهي بتقول إنها مقتنعة بكل الأدوار اللي قدمتها ومش هتتبرأ من أي عمل هي قدمته. لكن لو بصينا على أعمال إغراء هنلاقيها تخطط حدود الجرأة اللي ظهر بيها ممثلات تانيين زي مثلا سهير رمزي أو ميرفت أمين وغيرهم. فهي ظهرت وبدون ملابس في مشهد عبارة عن استحمام في البحر، وقدمت أجرأ مشهد على الإطلاق فيلم أموت مرتين وأحبك، وهو المشهد بتاع ليلة الفرح، والفيلم ده شارك فيه الموسيقار المصري عمر خورشيد. ومن المعروف إن الفنانة إغراء قدمت مشاهد كتير من النوعية دي، ويكفي إن مشهدها في فيلم الفهد بيصنف الأكثر إثارة في تاريخ السينما السورية حسب طبعا رأي النقاد. وظهرت في مشهد جريء مع الفنان أديب قدورة في إحدى شلالات المية في منطقة الربوة بدمشق، وقالت إغراء إن المشهد ده هو اللي نجح الفيلم. ووجهت دعوة لصناع السينما إنهم يركزوا على النوعية دي من المشاهد لأنها هي اللي بتنجح الأفلام. طيب إيه الجديد؟ هل أنتوا شايفين إن النوعية دي ممكن تكون مقبولة دلوقتي زي ما كانت مقبولة قبل كده؟ قولونا رأيكم. حنان أهلين كامل، كيفك؟ اشتقنا لك. تسلم، ماشي.